احمد، احمد معلش هقطع كلامك شويه، لكن عايز اروح لك انت كمان. دلوقتي في نظام، في النظام في النادي الاهلي الحلقات المتواصله ما بين الاكاديميات وقطاع الناشئين. انتوا مش من قطاع الناشئين نفسه، انتوا بداتوا في اكاديميات النادي الاهلي مظبوط؟ يعني انت بدات في اكاديميات قبل ما تروح اكاديميات النادي الاهلي. عايز اعرف لعبت كره شراب يعني من يعني كلنا لعبنا كره شراب، بس عايز اعرف لعبت كره شراب أكيد منين طبعًا. بدايتك طبعًا. بدايتك مع شبرا يعني واهل شبرا واجدع ناس اكيد. فعايزين نعرف منك برضو بدايتك مع الكوره بدات ازاي. يعني انا كنت بلعب في الشارع زي بقيه زمايلي وكده، فجي مدرب بقى من النادي الاهلي، يعني كان هو وسيط من الاكاديميه وبيشوف ناس بيوديها الاكاديميه الاهلي اللي في اكتوبر. اوكي. فشافني بقى فقال لي بابايا، وبابايا وداني، فروحت بقى كان كابتن ابراهيم عبد الصمد. طبعا. فشافني بقى واعجب بيا وشاف مهاراتي وكده، بعد كده وداني 2001 اللي هم اكبر مني بسنه. فانا بقى فضلت معاهم مثلا ايه شهر، وبعد كده نزلت 2002 تاني عشان اشوف المهارات اللي انا المفروض اتعلمها الاول عشان حلو ابقى مع الفريق الاول، يعني ابقى مع الفريق بيجهزك بيجهزك بيجهزني اتطورك يعني. بس فما قعدتش كتير، قعدت حوالي شهرين، وجم بقى بيشوفوا المنتخب البراعم اللي هو بقى هيطلع البراعم. فكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن اشرف ابو زيد رشحوني، وكابتن احمد يونس جه بقى بص عليا وخدني البراعم. فمن طيب ساعتها بقى وانا كان كوكا كان بيتكلم على علاقته بموسيماني، واول ما طلع كان فيه يعني اهتم. انت ايه كمان علاقتك بموسيماني؟ كان كلمك في بعض التدريبات، بدا يتكلم معاك بشكل يعني يوجه لك بعض النصائح؟ انت كمان لعيبه صغيره محتاجين يعني حتى العلاقات النفسيه دي هو كمان مميز فيها. لا احنا لما طلعنا كابتن موسيماني طبعا فضل يتكلم معانا ويشوف اخطائنا ويحاول يصلحها. يعني احنا كنا في الملعب لما بنلعب تقسيمه بيشوف الاخطاء اللي احنا هنعملها فين وبيحاول يصلحها، يعني بتحاول يصلحها التقسيمه الجايه، يقول لنا ما تعملش كده ده غلط، يشوف بقى الحاجات اللي احنا كنا غلطانين فيها ويحاول يصلحها. لكن بالنسبه لك على المستوى الفردي ما اتكلمش معاك بصفه خاصه، قال لك على حاجه؟ هو قال لي بس على مساله جسمي، قال لي اهتم بجسمك بس وكده، عايز شويه جيم من فوق كده. احمد